بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله معانا سيد الهاشمي، احد القنوات الكويتيه الجميله في عالم التكنولوجيا، ومن خلالنا نطرح عليه بعض الاسئله اللي جات لنا على الكوميونتي. طبعا كل شهر بنجاوب على الاسئله، ولكن المره دي بشكل مختلف. هيكون معانا سيد ضيفنا في الحلقه، وهنطرح عليه بعض الاسئله بشكل عشوائي، يعني ما شاء الله في اسئله كتير جدا، هتقدر تجاوب عليهم كلهم؟ انت راح ارد لك بعض الاسئله. ايوه، عشان ماشي، عامه هنجاوب على بعض الاسئله هنا على القناه، وباقي الاسئله هتكون عند سيد. فخلونا نبدأ مع بعض بأول سؤال معنا. أوكي، ناخذ هالسؤال. هذا اسمه أحمد حجازي. أحمد حجازي ده من الناس اللي دايما تعلقني، من الأسامي اللي أنت تعرفها كده من الكومنتات. ومحصل بعد 22 لايك على السؤال هذا بروحه. زين، يقول لك شفت بعض الأشخاص بيثبتوا نظام الماك على أجهزة غير تابعة لشركة ماك، هل يتم فك بعض أكواد الحماية أو ما شابه ذلك؟ المهم سؤال طويل. العملية بتتم زي ما بتيجي تثبت ويندوز عادي بس بطريقه مختلفه. ده السؤال يعني ولا هو بيتكلم ولا ايه؟ ايوه، هو قاعد يسال حاليا ان نظام الماك معروف انه نظام مغلق، نظام مقفول. بس هو شاف بالنت او اي مكان، ما ادري وين، في شاف ان ناس مركبه على الويندوز او على الكمبيوتر بي سي يعني. لا انا بصراحه الحقيقه ما جربتش الموضوع، بس فعلا ينفع تثبته، بس مش هيكون اصلا زي النظام نفسه اللي على الجهاز الاصلي. بس انت جاوب عليه بشكل اوضح بقى احسن مني الحقيقه. مو انا مختار سؤال عشان انا اجاوب. جاوب. طب خلينا نسولو اسئله، انا وفرت عليك ده كله. لا، هو السؤال حلو. انا فتره طويله اشتغلت على هذا الموضوع. اسم النظام هاكنتوش. اذا تكتب بالنت هاكنتوش، اي طريقة لتثبيت الماك على كمبيوترات البي سي على الويندوز، مو على الويندوز نفسه. هو راح يصير كأنه فورمات، راح تشيل السيستم مال الويندوز كامل. اوكي، يعني نظام تاني زي ينزل، فهو راح ينزل نظام الماك على هذا نفسه. على البي سي. حلو جدا. بس مشكلته دائما تكون ان ما يدعم اخر التحديثات، يعني نزل تحديث جديد للماك، الحزمه نفسها تنزل الحزمه بروحها. غير هذا موضوع التعريفات، والله نزلتها على كمبيوتر الصوت عندك ما يشتغل، تعال دور وين الدرايفر مسوينه لماك على القطعه اللي داخل البي سي اللي عندك. الماك ما يسوون حق احد الا حقهم، حتى لو عملت لها ابديت يعني لو ما ياخذ ابديت. هو بالنهايه الدرايفر مال الماك نفسهم لما يوي عرفوا سماعه واحده مالتهم فقط. بالضبط. فانت اللي قاعد تستخدمه شيء غير اللي هم قاعد يستخدمه، هو اصلا محددها لك. بالضبط. فابحث عن مبرمج سوى تعريف لنفس السماعه اللي عندك. حد سبق وعمل كده وانت فيحتاج لبحث طويل ان هذا يركب على هالجهاز ولا ما يركب. انت تتكلم في الصوت بس اللي اصلا مايكروسوفت. هذا شيء واحد، الصوت بروح، الشاشه بروح، الماوس بروح. يمكن الشاشه هو لو كارت اكسترنال ولا حاجه بيبقى ممكن ما تلاقيهوش مثلا. اكسترنال طبيعي ما راح تحصله. اللي بالشاشه نفسه ممكن. هو لما تيجي تشغل جهاز بدون تعريف، نفس الويندوز بالضبط. لما تيجي تشغل الاشياء اللي راح تشتغل دايركت بدون شيء، اللي هي الماوس والشاشه، تمام، هذا اللي راح يشتغلون. بس الريزولوشن ممكن يكون مختلف، ودائما تعديل الريزولوشن يكون سهل مو صعب، بس باقي الاشياء عاد تدخل في الماوس. في برضه بمناسبه السؤال الجميل ده، في نقطه مهمه، موضوع السبيكس بتاع الجهاز نفسه، بتخدم نظام التشغيل نفسه اللي هو كبي سي الماك بوك يعني عاد الهارد ديسك اللي انت راح تاخذه راح يتفرمت بطريقه الماك، فهذا شيء طبيعي. الحين لما تشتري بعض الفلاشات تركبها على الماك ما تشتغل معك، لازم تسوي لها فورمات. لازم فورمات عشان ما يقراش فات 32. ايوه، فات 32 ما يقرا. فالهارد ديسك اللي موجود داخل يتفرمت على طريقه الماك نفسه، اللي هو ان تي اف سي ممكن يقرا، او الطريقه في واحده مالت الماك نفسها. ماشي. هذه اوكي، اشياء راح ياخذها. انا ما انصح بهذه الطريقه، اللي يبي ماك خليه ياخذ ماك. هو نزل الماك بالضبط. انت تنزل الماك انت تركب لك. اصل الناس، انا واحد من الناس حابب ان انا فعلا اجرب الماك، لحد دلوقتي ما جربتوش. انا حابب اني اجرب الويندوز من كثر ما نسيت. انت حابب تجرب الويندوز؟ هجيب لك جهاز ب 1000 جنيه تجربه عليه. انما الماك لازم تنط نطه كبيره برضه. 1000 جنيه يعني كم؟ 1000 جنيه يعني كم دينار؟ هذا الاسم ايه؟ زين، ما ادري كم. 1000 جنيه قلنا 18 دينار. 60 18 دينار؟ صح، 18 و400 فلس. ايه 18 و400 فلس، صح. يا نهار ابيض. سؤال اندرويد حلو كده من عمر عامر، بيقول لك هل ممكن احمل لعبه مش متوافقه مع اصدار جهازي على الاندرويد؟
هنفترض ان هو بيتكلم على جهازه برضو اندرويد ببجي او فورتنايت نزلوا على حاجه مش متوافقه معاه له اللعبه مش متوافقه او هذا التطبيق لا يمكن تثبيته او غير متوافق مع النظام بتاعك او مع الجهاز بتاعك. اوكي في العاب وايد وايد تكون كبيره نفس الفورتنايت ونفس ببجي. اتوقع ان هذه الالعاب لانها حديثه وايد الجرافكس فيها وايد عالي تحتاج الى سيستم مواصفات وايد عاليه يمكن اذا شيء قريب من النظام ممكن يكون لا شيء نفس الهاك تعديل البرمجه اعتقد في شيء اسمه اكسبوزد يكون نفس الجيبريك بس حق الاندرويد. تكلم على الروم بقى تركيب رومات او حاجه زي بالضبط ان شيء خارجي يصير نفس هاك للجهاز نفسه ان اللعبه تشوفه بمواصفات اعلى من او يعمل روت يحتاج الروت بالضبط يحتاج روت وينزل ده بس ما ادري راح يضبط ولا ما راح يضبط بالاغلب اذا جهاز وايد قديم ما راح يتحمل يعني صحيح. صح كلام منطقي فعلا يعني انا جهازي رماته 1 جيجا مثلا والنظام 1 جيجا الحين انستغرام يعني نظام لولي نظام مثلا لولي بوب ولا حاجه ايه فيقول لك لا اقل حاجه تشتغل على نوجت مثلا على 7 ورماتك تكون 2 3 جيجا ايه فانت دلوقتي بتنزل لعبه هتشتغل بس بالضبط فاهمني بالضبط راح سلاحب ايوه اصلا راح تنزل اللعبه وتتنرفز منها باول شيء هبل بقى والدنيا بايظه وما يسوى الموضوع اللي سويته الروت والروت بروحها مشكلتها. انت من رايك نبعد عن الكلام ده طالما الجهاز اللعبه مش متوافقه او البرنامج مش متوافق خلاص بالاغلب ايه بس اذا كان جهازك والله مواصفاته عاليه بس ما نزلوش هو تحديث اصلا هو ما نزل له تحديث ايه ممكن يعني انا استخدمت الهواوي ميت 20 برو الانستغرام ما كانوا مسوي له تحديث انه يشتغل مع الميت برو فنزلته من برا الستور مو من الستور نفسه فهذا هني ما اعتقد انه يضر ان الجهاز عنده امكانيات بس للحين ما نزل تحديث على البرنامج هني مو مشكله ان انت تشوف لك حل حق الطريقه هذه بس لعبه كبيره على 1 جيجا رام هني مشكله زي اوكي سؤال هني يقول لك لماذا الايفون 8 مرتفع زي ايفون اكس ماكس ثمنه حوالي 15000 جنيه زين طبعا احنا عندنا بالدينار كم سعر الايفون ماكس 27000 جنيه يمكن 320 دينار يطلع تقريبا الحب الحق 320 دول لا انا قاعد اقول السعر عندي مو السعر عندك هو كاتب 15000 زين فهو حاط لك سعر لا يا عم 15000 لا ده 7 دولار ب 15000 اوكي خلاص مو 15000 زين بس هو كثير يعني اي فهو سؤاله ليه 25 27 باين اوكي فيقول لك لماذا الايفون 8 مرتفع مع انه في موبايلات امكانيات احسن وما تعدي ال 12000 جنيه ونفسي تقول اسمي في الفيديو متابعك من المنيا اقرا اسمه اسمه ايه طيب كيرلي ثاني كرولوس هم بيكتبوها كده بس هي بتبقى كرولوس يعني كرولوس هاني اهلا بيك كرولوس بس قال اسمه قلت اسمه انزين اجابتك الاجابه بقى وبيقول ما فيش ايه عشان اشوف السؤال بقى ليه الايفون سعره مرتفع بالمقابل فيه 15000 جنيه هو ثمنه مش 15 هو ثمنه اكتر من كده بكتير يا كرولوس مع ان في موبايلات امكانياتها احسن من كده يعني في السعر انت لو هتقارن حاجه يعني كنت عايزك تقول اسم طيب وما تعديش ال 12000 جنيه خلينا نقول مثلا جهاز الاوبو مواصفاته كتقنيه إيه؟ كارقام الاوبو فايند اكس فايند اكس ب 16 هنا تقريبا 12 مهما يكون سعره اقل من الايفون مع سعره اقل صفات. يعني خل نصعد اكثر النوت 9 مثلا 17 هنا اوكي سعره اقل من الايفون بالمقابل مواصفات اعلى من الايفون ليش مواصفات اعلى يعني انا اولا بشوف العلامه التجاريه ابل دايما بشوف ان ابل من الشركات اللي بتسوق للعلامه التجاريه بتاعتها بشكل كويس جدا بتاثر قوي في العميل بتاعها بتخليه يحب مش عايز اقول كلمه عبد صراحه بس بتخليه يجري دايما ورا العلامه التجاريه بتاعتها استعباط بالضبط فاللي هو ايه انا نزلت لك موبايل عملت شلت لك منه مميزات هات بحبه انا بحب ابل فعلى طول بيجري ورا ابل مع ان انا بحب ابل بحبها جدا كمان بس السياسه لا انا مش خايف بس السياسه بتاعتها في الفتره الاخيره ليه انا خايف تتقلب يعني انت شفت نوكيا فضلت مسيطره فتره كبيره فجاه كده خلاص اختفت نوكيا انا بدات احس يعني على الرغم ان ابل من يعني هم لسه من يومين تقريبا تيم كوك كان عارض انا مش فاكر الرقم خسروا خساره كبيره ايوه في رقم كبير ايه اسمع الخساره ما انا بسمع الصاروخ
يعني حتى في الفترة الأخيرة من يومين شفت خبر إن أسهم أبل كل نزلت 55 مليار دولار في يوم واحد، لو متخيل؟ يعني تيم كوك قال لك السبب بقى إن التنافس بتاع الشركات الصينية، وهي نزلت بسبب الصين ومش عارف إيه، بس أنا خايف ده يحصل مستقبلا في أبل بسبب السياسة اللي هي ماشية بيها دي. يعني بتخسر النهاردة كام عميل وبكرة وبعد و متقبل بس الموضوع انهم يرفعون السعر لانهم عندهم والله التقنيه عند اسم. انا بروح بس انت فرقت على السوق وايد، صار سعرك مبالغ زياده، بس هم مبالغ جدا وايد. يعني احنا عندنا بقول النوت 9 مثلا الفلاج شيب بتاع سامسونج عامل بيقول لك من 17 ل 22 على حسب المساحه بتاعت الجهاز. ففعلا سياسه. اما هو بقى كان بيقول لك حاجه تانية في السؤال، في حاجات احسن وما تعديش. لا هو في حاجه، هو ما فيش لا هو مش ما بيبقاش احسن الحقيقه. ما فيش احسن حاجه، ما فيش حاجات احسن منه ما تعديش ال 12000 صراحه. يعني انا بالضبط هذا اللي اشوفه، اصل هو بيقيس كمواصفات. المواصفات انا دائما اقول حق المتابعين ارقام على الورق. اي بالضبط، ارقام الايفون مو لازم تكون نفس ارقام اندرويد، بما ان نظام التشغيل مختلف. بالضبط كده، النظام هذا ما راح يحتاج هالكميه، ولا لو كان محتاج هالكميه هي القطع متوفره واساسا الاجهزه متشاركه بالقطع الداخليه. مثلا شاشه الايفون من وين؟ من سامسونج. سامسونج بالضبط. الكاميرا اعتقد من سوني. من سوني هم اعتقد من سوني. بالنهايه هي هم هي اصلا 8 جيجا قبل شركه برمجه، مش بتصنع. بالضبط. فما اعتقد انه هو برمجيات. لو يحتاج مواصفات اكثر كان حط المواصفات. بالضبط. سؤال، شنو الهاتف اللي تعطيه اسم اقوى هاتف سنه 2018 ويصلح انه ينافس في سنه 2019؟ ويصلح انه ينافس في 2019، دي حاجه كبيره قوي. السنه بيحصل فيها بص تطور كل يوم، بتلاقي في حاجه جديده. انا ما اقدرش اتوقع حاجه زي كده ويكمل معايا 2019. سؤال ما ينفعش. اعتبر واحد كاتبه وحاطين عليه 1000 لايك، ف1000 لايك هتجاوب. طب انا بقول اهو، ما ينفعش اقول على موبايل في سنه يقدر ينافس السنه الجايه كلها. متفق معايا؟ لا انا ما بيقول، انا يكفيني وبتاع بس ما ينافسش. ممكن يكفيني انا كمستخدم. لا ابي ينافس. لا انا عكسك الحقيقه. لا يعني انا ممكن اقول لك النوت 9 استعمله 3 سنين قدام على فكره، بس شوف ال 3 سنين دول هيحصل فيهم ايه. هل انا هقدر استحمل التطورات اللي بتحصل قدامي، شايفها قدام عينيا؟ وافرض عملوا موبايل بيتشقلب بقى كده، وشاشه ورا وشاشه قدامه، وموبايل بيتني وبتاع، فانا مش هقدر استحمل التطور ده. انا اتوقع ان صح في نقطه انا ما حطيتها بعين الاعتبار، بس 2019 سنه 2020 كل الناس راح تضطر ان تبدل تليفوناتها، لان راح تنزل شبكه ال 5G. وال 5G جاي، نزلت ال 5G كل تليفوناتنا ما تصلح حاليا، فالكل راح يغير خلال سنتين السنسور بقى. هذه شغله. الشغله الثانيه، اذا بتكلم بس اشيل سالفه ال 5G، اقدر اقول ان هاتف الايفون راح ينافس. بالنهايه هم الايفون لا الايفون لحد النهارده داخل في اكتر من سنتين ونص معايا نفس الايفون دوت وشغال بيه. كان يقع زين. لا اتوقع ان الايفون ما راح يكون فيه تطورات وايد كبيره، فاتوقع انه ممكن ينافس السنه قدام. ما ممكن قبل تسمع كلام الناس وتغير سياستها، ممكن. عنيده. عنيده. في ناس وايد تشوف ان هذه النقطه مستحيله. ايوه فعلا ولما بتغير حاجه ما بترجع لهاش، ما بترجعش في كلامها. قبلت لك ال 3.5 ملم انسى، شيء يجي ثاني. اي بس في شيء ثاني صار، الايباد برو الجديد المنفذ ماله مو لايتنينج، مال يو اس بي تايب سي. USB Type-C. انا مش متابع للايباد الحقيقه. اي انا جربته، انا عندي اياه مسوي عليه مراجعه، المنفذ يو اس بي تايب سي، معناته ان في احتمال ان الايفون يحط في يو اس بي تايب سي. كويس، يكون احسن فعلا بالنسبه حق ابل. حركه وايد حركه ما كانت متوقعه. يعني يبقى حاططها في الماك وفي الايباد وفي الايفون، فممكن الايفون بالضبط. فممكن نشوف سياسه جديده يغيرون شوي. اتوقع سالفه الناتش المفروض تنتهي. خلاص الناس حتى هم الاصدار الاخير اللي نزلوه الايفون، يعني شفت حتى البراند بتاعهم مسوقين للموبايل وعاملين شاشه سوداء والخلفيه الباك جراوند سوداء عشان يخفي ويداري النوتش. انت خدت بالك؟ هو حاطه بالخلفيه وكان مفيش نوتش، كانه مكسوف يقول لك مفيش نوتش، بس في نوتش لما تشتري الجهاز تليفون. ففعلا دي مؤشر انها تلغي النوتش بعد كده. انا كنت متوقع السنه دي يلغي. على فكره
السنة غوش السنة اللي فاتت ولا ايه بقى؟ اتوقع ان ابل شوية بطيئين في التطوير، فاتوقع ان 2019 هم ينزل ايفون في نوتش. اتوقع بس يحط لك عليه 5G يقول لك تشتريه غصب. طيب يا جماعة كده خلاص خلصنا سيادة معانا، واستمتعت جدا الحياة بالدردشة اللطيفة دي مع سيد. ان شاء الله نتقابل تاني في فيديوهات تاني باذن الله. طبعا انت هتروح الكويت هترجع تاني؟ شربت من النيل؟ مش دلوقتي. شربت من النيل؟ شنو احسن من النيل يعني. رحت طيب جيت مصر كم مره اصلا؟ انت جيت مصر كم مره؟ كتير ظروف الدراسه كتير ولا وايد؟ انت مش بتقول وايد عندكم في الكويت؟ ايوه خليك كويتي كتير قوي. وهسيب لكم رابط القناه بتاع سيد في الديسكربشن، برضو تقدروا تعملوا سبسكرايب او اشتراك، من احط لكم صوره القناه عند وش سيد كده، اشتركوا من هنا. شرفت بيك يا سيد جدا، وان شاء الله اشوفك على خير. يلا سلام عليكم.